حي الله مساكم بالحب والمحبة والود والمودة. يحضرني سؤال، من هي المرأة؟ هي حواء اللي الله خلقها علشان تسكن لآدم وآدم يسكن لها. هي الأنثى اللي ما يحضر الحب إلا بوجودها، فالحب والأنثى شيء واحد. هي الأميمة اللي وراها الجنة ونعيمها، اللي زعلت على عيالها ما تقضاب، تخاف عليهم، ترفع يدها وتدعي لهم، يا الله تهديكم قصبا عليكم، تخاف عليهم من قضب اللي خلقهم. هي الأخت، أي على الأخت أميمة ثانية، وقلب مفتوح وملجأ وقت الضيق. هي البنية اللي الله عطاها هدية حق الأم والأبو، اللي مستعدة تتنازل عن حياتها وحقوقها وأناستها علشان بس تراعي أمها وأبوها، وتقول حلو على قلبي وما أطلع من يزاهم، يكفي إنه مربوني وأبقي الجنة ورضاها من وراهم. هي الزوجة اللي تبني العائلة والمجتمع والوطن على أساس المحبة والود والرحمة، على أساس الولاء، تبنيها على الارتباط النفسي والروحي. هي الجنة اللي تتقاضى وتجامل وتفوت وتمشي المركب حباً في بعيالها، لحبتك عيني مضامك الدهر. هي أم الريل اللي تسكذونها عن الحشوة القثيثة، واللي تتنازل عن حقها في الوصل والمواصل، وتقول شادهتهم دنيتهم ويكفي صاحين وسالمين، مرجهم بيوني بيوصلوني. هي الخالة والعمة اللي الحب من الأم والأبو. هي الصديقة اللي تتعكز عليها وقت الضيج، واللي تشيل الهموم معاك وتشيلك وقت الحزة. المرأة وعطائها يتعدى حدود استيعاب البشر، لأنها طاقة جبارة تحركها الحب في جميع مجالات الحياة، ومع من ما تتعامل معاه ما تتعامل إلا بالحب، وطول عمرها من يوم صغيرة للقبر ما تتعامل إلا بالحب. سبحانه جل شأنه حط عظيم قدرته في المرأة وعطائها. الحين أنا بحازيكم عن حمدة، قصة عادية مثل أي امرأة، ويمكن تنطبق عليكم كلكم أو على معظمكم مع اختلاف الأحداث والأماكن والشخصيات، لكن المضمون واحد: عطاء كريم يلامس الروح وتأثيره يتم العمر كله. أنا حمدة الزوجة، وزوجي مقصر معاي في أشياء أساسية أنا أشوفها أساسية وهو يشوفها ثانوية. حددت أولى أولوياتي، شنو أبقي من هذا الزواج؟ أحبه وأبقي أعيش تحت ظله، وسعادتي هي سعادته. من على هذا المبدأ أنا بنيت الحياة الزوجية، خليت بيته كامل مكمل، جنة على الأرض، معنى السعادة أنا عمودها. شلت معظم مسؤولية البيت، شاركته، عطيته عمري وروحي، وحاولت وحاولت ولا يأست. ليه ما غيرت بعض الأشياء الأساسية اللي أنا أشوفها لازم تتغير؟ حصلت القليل منه وشفته كثير، والكثير شفته قليل. التمست للعذر قبل لا يقول لي شنو أعذاره. حافظت على بيته وعلى عياله، ووازنت بين بيته وبين شغلي وبين هلي وبين هله، وأحبه وأحب من يحبه. يكفيني نظرة رضا منه تسوى الدنيا كلها. الحب ساحر ويسوي المعجزات. يكفيني يوقف معاي في موقف، يكفيني نظرة امتنان أو حشوة طيب خاطري. هذه العطاء اللي هي من الحب، فعلمني الحب العطاء للي أحبه يعتبر واجب، وعلمني التنازل عن بعض الأشياء اللي ممكن أحصلها وممكن ما أحصلها، لكني أرجع حق أولى أولوياتي، أحبه وأبقي أعيش تحت كنفه.
وصرت أم عيال حق عياله. وحب الأمومة وعطائها هذه بعد ما في مثل طارزة في الدنيا كلها. أحلى كلمة في الدنيا كلمة يمه، وأقوى شريان ينبض في القلب شريان حب العيال. العيال الله عطاني إياهم هدية، فرصة ثانية لي أحقق اللي ما قدرت أحققه حق نفسي، أشوف أمنياتي، أشوف المستقبل والأمل عن طريقهم. الله عطاني 3 عيال ولله الحمد، أي عليهم الروح والمهية والفؤاد والسعادة أهما. العود ربي يحفظه ويسلم لي، دائما يقول ما يوم خافيت وحمده في حياتي، أسوي الغلط وتصيدني حمده وتحميني وتهاوشني وتربيني. والوسطي يقول ما انكسر لي ظهر وحمده حية، ما يوم احتاجيت حق مشورة وخافيت من موقف وتدودهيت واحتاريت في موضوع إلا حمده قدام عيني، وهي اللي تساعدني وتشد ظهري. والصغير أي عليه الدلوع اللي ما يعرف يعبر ولا يعرف يقول، لكن اللي تحكى قال ومعزة حمده في حياتي تكفيني هالمحبة. يوم من الأيام ولدي العود ربي سلمه ويطول بعمره، وطول عمره صغير في انظري، مرض وهو في سنة أولى في جامعة، إلا يتصل فيني يمه ترك وصادتني حساسية وتنفخ جسمي وكني ما تنفس زين، بسم الله على عمرك أكون يايتك آيي وودي المستشفى ورب يحفظه وسلمه. صادته حساسية اللي وصلت للقصبة الهوائية وسدت النسم عنه، وعطوا الكورتيزون وعطوا الأدوية لأذان المقرب، والحمد لله زال الخطر بفضل الله. رجعنا البيت، رجعنا أنا مستهلكة حالتي لله من الصبح في الشغل، ويت خذيته وديته المستشفى ورجعت، روح حبيبي حجرته بيرتاح وما في عليه شر الحمد لله. لكن أنا ميمة، أنا أقدر أرقد في حجرة بعيدة عنه، أخاف لا ترجع علي الحساسية، أخاف لا يصيد شيء. حبيب قلبي قعدت معه في حجرته ورقيت معه طول بطول لين قلب، دعيت لقيت ربي يخليك ويحفظك ويبعد عنك الشر. ولي رقد طليت في وجهه وشفت انسمة منتظم، قلت الحمد لله اللي حفظه. المفروض عقب هالتعب اللي أنا وصلته أكون جثة أرقد ما عبر انقلب لا يمين ولا يسار، كان قماض اللي جفن أهو مرتاح وراقد، وأنا ما ضقت لذيذ النوم لكني مرتاحة، أهو صاحي أهو معافي قدام عيني. علمني الحب وحب الأمومة العطاء الغير مشروط، علمني أن سعادتهم هي سعادتي، علمني أن العطاء واجب وضروري حق عيالي. الأم مستعدة تقطع جسمها ولا يمس عيالها ضر، مستعدة تعطي الروح والمهية وتقول قليل عليهم. هذه حب الأم وهذه عطائها. وأنا كنة حق أم ريل أمية في التفكير وجاهلة في التصرف، فضولية من تحت لتحت وتصرفاتها مزعجة، تقار مني وتقارني ببناتها، تمقص لي شافتني أحسن منهم، ما تعبر تشوفني زعد أنا إلا مثل بنتك وأنا أمرت ولدك وكاني متحاملة فيه. أبدا يصيد هدي وتمقص مقصة لي شافت عندي شيء وأهما ما عندهم. ما أذكر يوم مدحتني لا في قول لا في تصرف ولا في شيء، تشوف وهي ساكتة وتعال عن حق صوايقها وهداياها، تفشل ما تنعطى شقالة، الساقط واللاقط تعطيني إياه، والعدل والزين تعطي بناتها. وأنا مشكورة ما قصرت، ينعم الله عليك الله يجدد سفرك. وعتم عندهم كل يمعة أنا وعيالي وبعيالي، وأحبها وأموت عليها وداريها مثل عيوني، والتمس لها العذر وأقول لها جاهلة وما تلام وفيها الغيرة، حباً في بعيالي
وأحب اللي هما يحبونه. علمني الحب، الترفع عن توافه الأمور، الترفع عن التصرفات اللي ممكن تضايق أي شخص. علمني ألتمس لهم العذر لأني أحبهم وأحب عيالي وأمسح زلتهم في بعيالي. وأنا موظفة في شغل أحبه وأموت عليه، كأن تقولون شغلي الخاص مش كأني في مؤسسة، محافظة عليه وأطوره وأحاول أرفعه وانتبه له. وحبي للعمل معبوج بالانتباه والانضباط والتطور. ما يوم من الأيام حاولت أقصر في عملي، لكني بعد أنا بشر، أزل أغلط وتأخر، ينبهني المسؤول، ما أزعل، ما أحط في خاطري، أقول يبي صالحي قبل لا يبي صالح العمل. أخذ العمل كأنه جزء شخصي مني، ما أرضى حد يعيب على قسمي ولا يعيب على الدائرة اللي أنا فيها، ولا أرضى يقولون حمدة تشتغل في ذي القسم، لا، أبي يقولون القسم الزين المميز تشتغل في حمدة، لأن يوم اللي يرتفع القسم أنا ارتفعت فيه. أعطي من قلب قلبي ومن روح روحي. من أدش الصبح كنياية أعتم عند ربعي، ليه ما أطلع وأقول مع السلامة وأنا مشتاقة حق ثاني يوم أداوم. تميت على هالحال سنين ولله الحمد، ليه ما يانا مسؤول قثيث هرد على المعدة، حتى شاي خضر ما يهضمه، قصة في البلعوم لا ينزرط ولا ينبلع، مقرور بالمسمى، متفلسف، متصروة علينا، يتدخل في كل صغيرة وفي كل عودة، ما يعرف كل شيء، أجل العمل، أخر المعاملات، خشري ونشيط. مللني، زهدني حياتي، تشك وتشبك أنا محب العمل، ما اشتهي، استويت ما أقدر أدش القسم، لي دشيت القسم كني داشة سجن، ما كني داشة محل بعتم فيه مستانسة من كثر ما ضيرني هالمسؤول. توقفت عن الحب، ما أحب العمل والسبة تصرفات هاللوسة هالمسؤول اللي عندنا، ما أقدر أعطي خلاص. والمرأة إذا ما حبت أمرها ما تقدر تعطي. قمت أشتغل الواجب والمفروض علشان بس أحل المعاشي، أنتظر متى ينتهي الدوام علشان أطلع في وقتي، لأن المرأة مثل الشيرة تسقي روحها بالحب بالعطاء، وتكبر وتكبر ليه ما تكبر وتظلل كل اللي حواليها بالحب. يوم توقفت عن العطاء اللي إيه من الحب ما أنا كنت سعيدة، حسيت جزء من قلبي انفقد، حسيت جزء من شخصيتي انقصت، لأن قلبي هو كان صاحب القرار النهائي أن أعطي الواجب والمفروض، لكن مو شخصيتي. شخصيتي أني أعطي، شخصيتي أن أنا أكون سعيدة من خلال ذي العطاء، سعادتي في العطاء نفسه، فأنا كأني توقفت عن هذه فأنا مو بسعيدة، والسبب ظروف خارجة عني. المسؤول القثيث اللي على قلبي خلاني أوقف عن العطاء. وأنا أخت لطيفة بطلع قريضة فاصل وبعلمكم إيش سويت حق أختي لطيفة. قبل الفاصل تكلمت عن المرأة وعطائها وطاقتها الجبارة اللي حركها الحب، وتكلمت عن حمدة اللي تنطبق على معظمنا في أسلوب حياتنا اليومي وعطائنا المميز اللي ما يخلص واللي نستمد منه احنا السعادة. أنا حمدة أخت لطيفة ما وعيت إلا في يوم من الأيام اتصلت فيني أختي لطيفة، قالت لي أختي ترى أنا طلعت نتيجة التحليل وأنا في المستشفى. قلت لها خير؟ قالت أختي يقولون ترى القدة خبيثة وأنا فيني السرطان. قلت بسم الله عليك وعلى عمرك، أختي تمي مكانك أكون جايتك. وأروح لها قلبها حبيبتي واقف وويها مصفر ومخضر ومزرق،
قلت لو سمحتوا دخلوني على الدكتورة، أبي أسمع كل اللي قالته الدكتورة حق أختي علشان أنا أستوعبه، علشان أعرف أنا شلون بتعامل مع أختي. قعدت وعلمتني كل شيء. ويا هالوقت، يا وقت العمليات والتحاليل والنتائج، وانتظري باليومين والثلاثة وهذه النتيجة صح، وتحتاجين العملية وهذه التحليل وذي الإشعاع وذي الكيماوي. أيام من عصيبة الله لا يراويها لا عدو ولا رفيج، ومعابل المريض مرض بعينه وعلمه. الحين يا وقت الحب، يا وقت العطاء، يا وقت الاهتمام. ابتدت تاخذ الكيماوي، يوم ضايق صدرها وزعلانة وش معنانا صادني وشلون صادني، واقوم اعدل عليها بالحكي، ويا اختي انت احسن من غيرك، والحمد لله العلاج موجود، وفترة صعبة ومرضها بتنتهي، وعمديها على الله وربك كريم، وتقتنع وتمشي الامور. يوم تصيح انا اصيح معاها، أقوم أنادي بنت عمي اللي هي أخت لها، وتياي وتعدل عليها وتهون الأمور. يوم تزقرني مالها بارة ضمة اللام، ما تلام باللي هي فيه، وبعد أعذرها. ويوم أنادي عيال أخوي وأخواني ما مقصرين، كل واحد يعدل عليها من طريق، واللي يروح معاها حق الإشعاع، واللي يروح يسأل عن النتيجة اللي هي مخذتها عن القلب، واللي يروح معاها جلسة الكيماوي. ما هديناها، هي مريضة واحدة لكن كلنا مرضنا معاها. هي تحزن كلنا نحزن، هي لين رفعت دمعتها كلنا نصيح، لكن حولنا الخوف والقلق حق فعل، لأن هذه اللي هي محتاجتها. مرت الأيام ثقيلة ومؤلمة وصعبة علينا كلنا، هذه اللي وصفته كلكم. ويوم طاح شعرها كوم، ماتت أختي. طاح شعري، قلت أختي قال لنا الدكتور إلا فترة بسيطة ويرجع، بيرجع أغلاظ وأحلى وصبري. أي تسمع ولا درت بالدنيا، نسات مرضها. إلا شوفي الخصلة ذي طاحت، إلا شعري طاح كله، أكي أختي صلعتي كلها طلعت، أكي أبهتي صارت شعرضها، تشاك وشباك اكتأبت علي. أختاب صات واحدة ثانية ما عرفها، هذيك القوية الجبل اللي تشيلني وتشيل أخواني كلهم، لا تحكي لا تنطق لا تتكلم ولا تقول شيء، قاعدة في فراشها بالأيام ما تقوم إلا حق الصلاة وترجع. موتي تضاق صدري عليها، قلت أختي بتموت من الاكتئاب قبل لا تموت من المرض، هذه حالة ولا فاد معاها شيء. أخوي عدل عليها من صوب، بنت عمي معاها، أختي الثانية، أنا أبداً ما منه فايدة. احتار دليلي، قلت شد بره شو الحال، تذكرت إن الحب هو الحل. كان أتصل في رفيجتي بناتي من بضبي، قلت لها مناتي ساعديني، قالت ايش فيكم، قلت لها اختي كذا 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 كذا، اعطيني حل ودليل، قالت الحل عند الله وعندي، تعالي لي الامارات 5 ايام، وتعالي قعدي في قلبي وفي بيتي، لا تقعدين في فندق، ولك علي باذن الله ان ما نسيت اختك مرضها ونسيت شعرها لا تقولين منى قالت لك. قلت لها بحاول معاها، رحت قلت لها اختي ترى صديقتي مناتي عزمتنا، تعالي معانا كم من يوم خلي شويه نغير لجة. وقالت لا انا بروحي اخاف، الا انتكست الا صادني شيء. قلت لها الا مسافه ساعه طياره برد ارجع. قالت ابدا يا ما تحركيت من فراشي. قلت لها انزين اتصلي في الدكتور سالي هو يعرف حالتك. قامت سالت الدكتور، قال لها بمشكله روحي واستانسي وغيري جو، لكن نتحمل تروحين الأماكن العامة الوايد، وإذا رحتي حطي عليك كمامة على أساس ما تصير مناعتش ضعيفة. الحمد لله نقذني الدكتور وساعدني، رحنا وأخويتي مكتئبة
وضايق صدرها وكور الحزن عليها، لكن واكلوا ربكم. من دخلنا بيت مناتي وقلنا السلام عليكم، وخالتي موزة موجودة يعلني ما ضوق لها حرة، وخواتها مريم وفطامي وفاخرة وعوشة مسويات لنا ذاك العشاء، اقعدوا وضحكوا معاها وعلقوا، ولا سألوها شفيك ولا ليش حاطة باروكة ولا شيء ولا شيء، كأنها واحدة صاحية. من دخلت على مناتي وهلها وقلت السلام عليكم، ليه ما قلت مع السلامة؟ وإحنا طلعات وسياحة وعزايم، وخواتها ما قصروا كلهم، وهلها وخالتي موزة وشناينهم وصديقتها وأخت ريلها أم منصور ما قصروا معانا تغذية صحية، أسوقة، عزايم، مهرجانات، سياحة، متاحف، من الصبح ليه ما تقول تصبحون على خير. أختي نسات همها، نسات اكتئابها، نسات مرضها، نسات شعرها. يوم راحت عند الدكتور ورجعنا بالسلامة قال لها الدكتور تعالي بقول لك لطيفة، المناعة عندك ارتفعت وما يحتاج أعطيك إبرة مناعة، وبعطيك جرعة الكيماوي من غير إبرة. شو اللي رفع مناعتك كذي؟ قالت له الحب، حب أختي وصديقتها مناتي وأهلهم يعلني ما ذوق لهم حرة. وجميل منى على راسي العمر كله، ما أقدر غير أدعي لها ليل ونهار الله يسعدها ويبعد الشر عنها، ويحفظ خالتي موزة من كل مكروه وشر، ويحفظ بناتها لها. قال لها ونشهد أن الحب يا معالج أمراض طب الطبيب ما قدر يعالجهم. رجعت أختي واحدة ثانية قوية، خذت جرعة الحب، جرعة خلتها ما تحتاج جرعة مناعة، خلتها تستحمل الكيماوي من المحبة والعطاء. حب الأخت مضاد حيوي ومسكن من أمراض الدهر وبلاويها، وحب الصديقة فيتامينات قواني وقوى أختي. مناتي صديقتي أنا وأختي عزيزة علي، ما هي صديقة أختي لكن قدرت أتعكز عليها وقت الضيج، وشالتني وشالت حزني معاي، يعلني ما ذوق لها حرة، ويعلني ما أشوف إلا السعادة دربها يا رب العباد. أنا سولفت لكم عن عطاء المرأة اليومي اللي ضمن حياتها، إن كان العطاء حق زوج وحق أم ريال وحق أخت وحق موظف، وقلت لكم إن عطائها أساس الحب اللي هي تتغذى عليه وتعطي غيرها. نكتشف من اللي أنا قلته إن المرأة هي نصف المجتمع، هي الأم اللي هي أساس كل العلاقات الاجتماعية، وهي المربية والمعلمة الفاضلة، هي الموظفة اللي رفعت بيرق العمل مع أخوها الرجل، هي الصديقة اللي قدرنا نتسند عليها وقت الضيج. ونكتشف إن المرأة نصف المجتمع الخافي، هي اللي ربت الرجل على احترام مسؤولية الزواج، هي اللي ربته على السنع والذرابة وخلته يكون إنسان محترم، هي اللي ربته على خدمة الوطن وخلته يصير مواطن صالح. فالمرأة كل المجتمع، المجتمع النص الظاهر، مجتمع النص الخفي. المرأة حيرت الزمن وتعجب منها الدهر وخلد أعمالها في ذاكرة الزمن، لأن أعمالها علم من أعلام الحياة، لأنها عرفت سر سعادة الحياة، عرفت معنى الحياة إنه هو العطاء، هذه السعادة وهذا التطور وهذا التقدم من عطاء المرأة وحبها. سألت في بداية الحلقة من هي المرأة، وياني الجواب، المرأة سر جمال الكون، سر توازن الحياة، مصدر الحنان والرحمة،
مقولة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يوم قالها: المرأة هي الكلمة اللي عليها الدائرة، والعطاء المميز من المرأة. وألقاكم على خير في الحلقة القادمة. أمنتكم الرحمن.